شنو رأيك أحكي لك قصة الثلاث سبعات؟ العراق من 2003 لليوم عاش الثلاث سبعات، سبع سنوات بسبع سنوات بسبع سنوات. بالسبعة الثانية طلعت النوم سبعة بسبعة. اي احنا عشنا من 2003 ل 2010 هاي اول سبعة المرحلة الاولى، من 2010 ل 2017 هاي السبعة الثانية المرحلة الثانية، من 2017 ل 2023 احنا هسه بالسبعة الثالثة. وكل مرحلة من هاي المراحل اكلت من عمر جيلي سبع سنوات، يعني واضحة اكيد سبع سنوات اكلت من عمر جيلي سبع سنوات. وهاي المراحل راح تبلش بجيلكم هسه. زين صار باول سبعة؟ سؤال مهم. I want Americans and all the world to know that coalition forces will make every effort to spare innocent civilians from harm. A campaign on the harsh terrain of a nation as large as California could be longer and more difficult than some predict. And helping Iraqis achieve a united, stable, and free country will require our sustained commitment. We come to Iraq with respect for its citizens, for their great civilization, and for the religious faiths they practice. We have no ambition in Iraq except to remove a threat and restore control of that country to its own people. We will deliver the food and medicine you need. We will tear down the apparatus of terror, and we will help you to build a new Iraq that is prosperous and free. In a free Iraq, there will be no more wars of aggression against your neighbors, no more poison factories, no more executions of dissidents, no more torture chambers and rape rooms. The tyrant will soon be gone. The day of your liberation is near. We believe the Iraqi people are deserving and capable of human liberty. They can set an example to all the Middle East of a vital and peaceful and self-governing nation. لهذا كان سقف توقعاتنا عالي، حرية وديمقراطية وأمان وتطور، وكنا راح نكون مثال للشرق الأوسط بالسلام ودجاج بالحصة. بس تدرين أول شيء صار ورا سقوط النظام بـ 2003 شنو؟ وبسرعة لافتة الملحد للنقطة. السؤال الذي أثار التعجب. كنا نتساءل لماذا لم يحركوا ساكنا لمنع هؤلاء اللصوص من نهب المخازن الرئيسية للمواد الغذائية في بغداد. مش صغير ما عندنا حصة ماكو. مو ذول العراقيين. هذا كان أول اختلاف بين العراقيين وراء 2003. ناس تقول بوك حرام، ناس تقول بوك حرية. لأن كان أكو ناس عبالهم الحرية اللي جابوها الأمريكان هو أنه أنك تبوق بحرية. يعني مثل هسه؟ لا تستعجلين، يعني السبعات بالتداريج شوي شوي على كيفك. بس تذكري شكل الحرامي المربوط والمواطن الشريف اللي رابطه، تذكري كل الزين. لأن هاي كانت اللحظة الأولى اللي انفطر بها سقف التوقعات، خصوصا احنا كنا بعدنا بأول سبع ما متعلمين اللعبة، واحنا كنا جيل المتأمل. كان عمري بوقت 19 سنة،
بعدين ورا الحواسم بلش زمن السوفة. هذا شو وقت؟ هذا ورا ما اجوا اللقامة بشوية. الديمقراطية عشق العراقيين، والعراقي اليوم يتنفس مرة أخرى ليفهم معنى الحرية. لا بد من صياغة عقلية عراقية جديدة تؤمن بالحوار وبالآخر وبالديمقراطية وبالآليات والاحتكام إلى المنطق والعقل والحجة والدليل وكل شيء. يبقى الأمن كما كان سابقا، يحتل مرتبة متقدمة، بس في نفس الوقت سيولي الاقتصاد والخدمات وإعادة الإعمار والبناء رعاية خاصة إلى جانب الأمن. بل الاستقرار وسمة الاستقرار بإذنه تعالى ستكون هي السمة السائدة لعراق المستقبل. أنا متفائل جدا بمستقبل العراق، وأن الأزمة الراهنة سوف تزول سوف تستمر إلى الانتخابات البرلمانية المقبلة. إن هذا الحدث الهام في تاريخ العراق المعاصر كفيل بأن يدعم مسيرة الأمم المحبة للسلام، ويسهم في ازدهار المنطقة والعالم أجمع، ويرتقي بالعراق ليكون رمزا نموذجيا للديمقراطية والحرية في المنطقة. والله خوش يحجون. شنو الأشياء اللي ما قدروا يحققوا لكم ياها من هذني الوعود؟ الإعلان دائما أقوى من المضمون. بالإعلان دائما يطلعون أحلى اللقطات، بعدين يطلع العمل كلش عاوي، وإحنا تقشمرنا بالتريلر وحقنا يعني طالعين من حقبة اللي يطينا قطية بيبسي. عمو سدي أذانك. فتح أذانك عمو. فلما نجوا ذول التيشة على ظهر الدبابات الأمريكية. العفو دقيقة، شنو جوا على ظهر الدبابات؟ ليش ما كانوا وياكم عايشين بالحصار؟ لا والله يا عمو، ما كانوا ويانا. خطية كانوا قاعدين بالشولة برفحة وضواحيها، يعني لندن، نيويورك، باريس، ستوكهولم، سيدني، بهاي المناطق المنكوبة، مساكين خطية. فكانت حالتهم صعبة، بس الله عوض صبرهم. خير شقد، خير كثير. واحدهم كان ما شايف الألف يورو طبقة واحدة، لأنه كان ياخذ راتب الإعاشة 950 يورو. هسه سدي أذانك عمو. فتح إذانك عمو. وراها عمو التموا ويا مديرهم الملاك الكبير بريمر. منو بريمر؟ هذا أول رئيس للعراق وراء 2003. هذا إعارة سنة واحدة إجا وراح. تدرين رئيسنا كان في فترة ما أمريكي؟ يعني هسه رئيسنا هم أمريكي؟ لا، لطيف رشيد قصدك؟ بريطاني، بس تنازل عن الجنسية واحد يحكيها للأمانة، بس هو يقدر يرجعها بمعاملة من أسبوعين و1209 يورو. عموما أكملش على بريمر. بريمر سوى اجتثاث البعث وحل الجيش العراقي، وهاي كانت أحسن خطوتين بتاريخ العراق الحديث. والله كنا ما ننام الليل من صوت الطلقات والاشتباكات والخطاطير، كل شوية تفتيش. هذني أحسن خطوتين وهاي النتاج؟ وهذا المخاض الديمقراطي، يعني بعد شو تسوي؟ وليه هسه بعدنا نتمخض ونرجع ليه ورا؟ المهم ورا هذن القرارين زرقنا بقرار ثالث بعد أحسن من الأول والثاني. عين مجلس الحكم اللي أبرز وجوهه إبراهيم الجعفري، محمد بحر العلوم، الشلبي، علاوي، محمود عثمان، موفق الربيعي، سمير الصميدعي، غازي الياور، عدنان الباتشي، محسن عبد الحميد، يوناد مكنة، مسعود برزاني، ونوري المالكي وآخرين. طبعا نوري من كان جواد. زين انت عمو ما رشحت وياهم؟ لا مو هو، لا الموضوع كان حصرا للمغتربين بوقتها، ما مسموح وجود لاعبين محليين. تخيلي هسه ورا 20 سنة من 2003 يلا سمحوا للسودان يصير رئيس وزراء، وهم نفسهم ما مصدقين نفسهم ويصيحون 24 ساعة جبنا واحد كان من أبناء الداخل.
بعدين عمو شنو عبالك يعني كانوا يشكلون حكومات بساحه التحرير قدامنا؟ هذا عمو وين؟ مو قدامكم؟ قدامنا؟ طقي 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 عمو المنطقه اللي يشكلون بها الحكومه هي المنطقه الخضراء، والعراقيين شافوا الخضراء مرتين، مره من فتحوا الصبات ب 2017 وثاني يوم وثالث يوم لما شالوا الصبات وخلاص هذا. اي اكملك. فسووا حكومات بيناتهم، يعني تقدرين تقولين حدث عائلي، يعني ما عزموا احد من الداخل، عزومه على القد هيك، وكتبوا الدستور اللي دا نمشي عليه هسه، وشمروا لنا نسخه من عنده من ورا الصبات، وقالوا يلا هاكم روحوا صوتوا عليه، وصوتوا عليه بنعم، وصوتنا بنعم. ايش صار وراها؟ عاد شلون كنت مقضيها؟ السنجل مقضيها نتورك، واللي يعرف لوحده تزوجها. بس الحمد لله والشكر دخل لنا الستلايت والماطور والموبايل والبيبسي والموز والسيارات ستيرن يمنا والياهو ماسنجر والعقرب مال دوب والعقربه مال حسام الرسام. تعرفين حسام الرسام؟ ايه حسام كلش قديم طلع. كلش قديم حسام يعني. حسام انا اصيح لعمو. ايه حسام خطيه بصراحه، حاول بكل قوته واغانيه انه يتفاوض ويا الارهابيين. لا تزرع قلب ولا بالشارع، ازرع ورده ازرع ورده. وتالي زرعوا الورده؟ لا رشوا علينا مي ورد. وراها صلخونا بانتخابات ديمقراطيه، قائمة الشمعة وقائمة الأيادي النظيفة. الشمعة مال هاي الصفحة والإيديانات مال هاي الصفحة، وهنا الأحزاب والكتل السياسية لبسوا العراقيين دريسات وقالوا لهم أنتوا سنة لازم تنتخبون الأيادي النظيفة، أنتوا شيعة لازم تنتخبون قائمة الشمعة، أنتوا كراد لازم تنتخبون التحالف الكردستاني. واكو جماعة بوقتها قالت لا تنتخبون لا أيادي نظيفة ولا شموع. كيف يتصور كل منكم العملية السياسية بعد الانتخابات في العراق؟ نبدأ بالأستاذ المالكي، أبو إسراء المالكي، أستاذ جواد المالكي. الوضع بعد الانتخابات أنا لا أقول بأنها ستكون عصا سحرية، ولكن قطعا ستؤسس لقاعدة. صدقت يا جوجو، هي مال قطعا ستؤسس لقاعدة، فعلا هي أسست لقاعدة. وشلون قاعدة؟ من هاي اللي حبها قلبك. وقطعا ركضونا سارة. هذا عم نوري من كان عم جواد، يعني أخو التوأم. الله لا يسمع من حلقك ان شاء الله. الله لا يقولها. هو احنا واحد وصار عندنا سوء هضم. اذا توأم شلون؟ ليش ايش عمو؟ لي سدي اذانك عمو، سدي اذانك. وين اثنين يعني اعطينا ست محافظات؟ فتح اذانك عمو. بس هم وعدونا بشيء كلنا كنا خايفين من عنده. العراق إن شاء الله لن يمر بحرب أهلية. هذه مغالطات في شعب في حق الشعب العراقي. تاريخ العراق 6000-7000 سنة لم يحصل فيها حرب أهلية، لا بين المكونات القومية للشعب العراقي ولا بين المكونات الطائفية للشعب العراقي. شوف يا عمو، هاي نتائج المقلب التاريخ. يقول يجي يقول ماكو حرب اهليه، وين راح تصير حرب اهليه؟ لانه من 4000 6000 سنه ما صار حرب اهليه. هو التاريخ كله حروب اهليه من 4000 سنه لحد الان، كل شويه واحد رايح جاي بطرف خارجي ومستقبل بيه على الداخلي وهكذا. المهم وتدرين يا عمو ايش صار ورا الانتخابات مال 2005؟ اعرف، ما يحتاج تقول لي ايش صار. طا 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 دوف طا 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 طا. لا يا ريت لو طا 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 طا. سنتين ساتر علينا جذوع النخل اللي نسد بها الشوارع الفرعيه وداتج. عمو احنا كل واحد كان شايل هويتين احوال مدنيه، كل وحده بدريس،
شكل يختلف عن الآخر. أنت واحدنا صار دليمي وفرطوسي في نفس الوقت. يعني أنت كلكم صرتوا مزدوجة جنسية؟ أي تقدرين تقولين هيك شيء. إحنا فيجيتيريان ومزدوجية جنسية ومزدوجية شخصية. خوب إذا ضيعت شخصيتك بالمنطقة الغلط يبو النوب اللي ما يصلي الصفحة تاني قتلو. وش قدك وراحوا بالغلط والجثث المجهولة بالشوارع وتفجيرات منارات الجوامع والمفخخات بالأسواق الشعبية وخطوف وطب عدلي وسيارات الإسعاف وأبو درع هذا مو كابتن أمريكا؟ لا كابتن بطئ بطة وأوبل وسدة ومية وستين ودريل وزرقاوي وسجن أبو غريب وسجن الجادرية السري وبعدين والحمد لله والشكر فزنا بكأس آسيا ويونس تعرف يونس؟ أكيد فتح حلقة لأول مرة الحمد لله والشكر واللي راحوا مثل ما قال عمو حسام قمنا الصبح ندفن والعصر ننسى وبهالفترة علاوي صار رئيس وزراء 5 أشهر الجعفري صار رئيس وزراء 7 أشهر مو فترات وزارية تحسيها فترات حمل غير ناجح وإذا ركزتي الجعفري كان رئيس وزراء بال2006 وهو اللي افتتح فعاليات الحرب الأهلية عموماً الجعفري لطش برئاسة الوزراء وجواد كبر وصار نوري ولطش همات برئاسة الوزراء وصار رئيس وزراء لأن الفائز بالعراق هو خسران والخسران هو اللي يحكم أشرح شيئا الجعفري بالانتخابات مال 2005 فاز بس طلعوا جابوا نوري الخسران وهكذا هي هيج وطلعت لنا القاعدة وتشكلت قوات الصحوة وسحلتهم وصارت ثورة الفرسان اللي هي نور المالكي هجم هو الجيش العراقي والأمريكان هجموا على البصرة على جيش المهدي والصدريين والعراق بال 2009 بدأ يستقر شويونة وهناش صار بال 2009 أنا جيت للدنيا شفتي ايش قد فاتت شهداف؟ شفتي؟ هاي كلها صارت قبل لا تجين انت للدنيا تدرين انت ومنو دخلوا العراق بنفس السنة؟ منو؟ أبو الأريل تلفزيون هذا؟ هذا جهاز يلزمه جندي ولازم نفسيته تكون مرتاحة و... تعال علي شوفنا شوف يا عم حش اسمه لك انت؟ شاي زاهي؟ حاط ريحة؟ أمو شنو هذا الجهاز يدور وسخين؟ لا والله ما هذا جابوه الوسخين هاي كنا نفس اللي يصير بينا يوميا والله 200 مرة هذا جابوه الجهاز على أساس يكشف السيارات المفخخة اللي كانت تطق بكل مكان بالعراق بعدين طلع واحدة من أكبر النصبات اللي مشت علينا فدشوا يحكي لي كان هذا الجهاز زين الأمريكان وين كانوا بهاي الفترة؟ خاتلين حالهم حالنا هم بالقواعد واحنا بالبيوت ما كانوا متوقعين هيك كيوت فبدأوا يرتبون اتفاقية ويا جواد حتى يطفرون يطلعون من العراق يعني شوية لعبت نفسهم بس تدرين عمو شنو أهم نقطة بالاتفاقية الأمنية؟ شنو؟ تلتزم الولايات المتحدة بحماية النظام السياسي العراقي يعني حماية العراق مو؟ لا هذا مو شغلهم هذا شغل القوات الأمنية العراقية فرق بين العراق وبين النظام السياسي اللي يحكم العراق هذا تحمي أمريكا يعني رموز العملية السياسية كلهم محميين من أمريكا حتى اللي شاملتهم عقوبات من أمريكا هم تحميهم أمريكا بالعراق المهم وطبينا بالسبت الدامي والأحد الدامي والثنين الدامي وكل أيام الأسبوع الدامي ويومية مفخخات وطلع جوجو بوقتها وقال هزت مجموعة من الانفجارات المتزامنة والهجمات بقذائف المورتر وفي أعنف عملية إرهابية منذ يوم الأربعاء الدامي في هذه الانفجارات التي تعتبر الأشد في العاصمة بغداد في وقت حذرت فيه بعض مصادر الحكومة عن نشاط جهات ودول معينة لزعزعة الأمن والاستقرار في العراق أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن الأدلة التي قدمها العراق إلى الأمم المتحدة حول تورط لسوريا في تفجيرات العراق دامغة كل شيء حدود وصبرنا أيضا له حدود مجلس الوزراء ناقش هذه العملية اليوم واتخذ قراره بتوجيه خطاب إلى الدولة التي انطلقت منها العملية
وطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بأن يعتذر هذه جرائم حرب. وبعدين ايش صار؟ جوجو فلش مجالس الصحوات اللي كانت أحد أسباب استقرار العراق واللي هي النسخة الأولى للحشد، وحول رواتبهم للميليشيات اللي يروحون لسوريا يدافعون عن النظام السوري. أم هذا مو نفسه أم جواد اللي اتهم النظام السوري بالتفجيرات وأنه بعدين راح وياهم؟ شوف بعد أنت قمتي تلقفين بعض الأشياء، بس لا حبيبتي لا، اللي اتهمهم هو جواد، اللي دعمهم نوري. أمو سدي أذانك شوي، سدي أذانك. جوري سويت بي جوري افتحي أذانك. وهنا عمو خلصت السبعة الأولى، ونقدر نقول أكبر إنجاز حققناه كشباب إنه طلعنا منها عايشين. هذا الإنجاز وأنت عمرك 27 سنة مو؟ مستهينة بهذا الإنجاز؟ طلعت عايش أنا. عمو سد ذانك انت. اقول لك انا تعبت من الحكي والاحداث الهواي. انت تفرج على هذا الفيديو بين ما اروح بس اجيب لك شاي. خلاص شاي. We come to Iraq with respect for its citizens. القصف الشديد ولهذا جاء نظام الحكم السابق في العراق وخالفت طريقة سقوطه جميع التوقعات. وأنا ضغط التصويت شعبي سعد الغامرة. نحن نريد أن نكتب بأسرع ما يمكن في الكتاب. والعراق اليوم يتنفس مرة أخرى قبل إعلان النتائج الكاملة للانتخابات. جديد ولم يزل الخلاف السياسي يدور حول عنوانين: الانتخابات العراقية كيف ستجري ومتى؟